فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فسأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، فقال: يا رسول الله، ويأتي الخير بالشر؟ يعني أن الغنى أنه خير، فكيف يأتي بالشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه في الأول لأنه كان مشغولا بما ينزل عليه من الوحي، لكن الصحابة كأنهم فهموا أن الرسول أعرض عنه وأنه لم يعجبه سؤاله. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب عنه ما يعتريه عند الوحي لم يهمل هذا السائل، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ففي هذا أن المسؤول لا ينبغي أنه يعرض عن السائل بل يوجهه، كما قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ وكأنه أعجبه سؤاله.